هيبقى لا قصي اللي حتنا عرضة للي يسوى واللي ما يسواش. عادت قصة الممثل السوري قصي خولي والسيدة مديحة الحمداني إلى الواجهة من جديد، وعلامات استفهام عدة طرحت بشأن حالة العلاقة بينهما، ويبدو أن الصور التي تنشرها الأخيرة وتعليقات الممثل عليها تزيد الجمهور حيرة. وفي هذا السياق نشرت على صفحتها الرسمية عبر إنستغرام مؤخراً صورة لابنهما العميد فارس ظهر فيها أثناء وجوده فيما بدا أنه مركز للإطفائية، حيث وضع على رأسه خوذة رجال الأطفال ويقف أمام شاحنتهم، ووجهت إليه من خلال التعليق عليها رسالة جاء فيها: أعدك بأن أعلمك أنه من المقبول أن تفشل وأنني سأحبك عندما تفعل، أعدك بأن أدعمك في كل ما تفعل وأن أشجع هواياتك وتطلعاتك المهنية وخيارات حياتك، أعدك بأن أعلمك احترام وحب كل الناس بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو الميول، أعدك بأن أكون عادلة معك وأن أثني عليك عندما تنجح وأقوم بتأديبك عندما تكون سيئا. وتابعت مديحة الحمداني قائلة: أعدك بحمايتك من الوحش في خزانتك، أعدك بأن أضحك معك، أرقص، ألعب معك، أغني معك وأقرأ لك، أستمع إليك وأبكي معك، أعدك بأن أهتم بك قبل أي شيء وكل شيء، أعدك بأن أحبك حتى عندما تصرخ في الثالثة صباحا، لأهم من ذلك أعدك بأن أحبك دائما من كل قلبي ابني، أعدك بكل هذه الأشياء وأكثر طوال حياتي، أحبك. يا بابا يا بابا يا روحي يا عمري يا عمري. وأثار الاهتمام رد الفنان قصي خولي عليها متوجها إلى طفله بصيغة الجمع: يا روحي أنت يا صغيرنا يا كل دنيتنا، الله يحميك ويحرسك ويكون معك دايما، العميد فارس خولي، ضو عيوننا أنت. وأثر هذا تساءل الكثيرون مجددا عما إذا عادت الأمور إلى مجاريها بينهما بعد خلاف طويل. هيك يحمي كل أولاد الناس ويحمي لي ابني العميد الكبير والعميد الصغير.